السلام عليكم. اليوم نعود إلى المشروع تاع التهيئة تاع الوجهة البحرية لمدينة مستغانم، حيث أنه الأشغال راهي على قدم وساق. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول السيارة تاع والي ولاية مستغانم إلى موقع المشروع تاع هذا التهيئة، واللي إن شاء الله نتمنى تكون الأشغال، يعني خاصة من ناحية الفينيش لافينيسيون الاتقان، ان شاء الله تكون عند حسن ظن المواطن الجزائري. نترككم تتابعونها اخر الصور التي اخذت البارح حول هذا المشروع تاع التهيئه نتاع الواجهه البحريه لمدينه مستغانم على امتداد 3 كيلومترات. خليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم. Thank you.